رئيس الوزراء يتابع جهود عودة المصريين العالقين ويؤكد تحمل الدولة كلفة الإقامة للعزل بالمدن الجامعية ونزل الشباب. بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا بأوروبا وتراجع الأعداد في إسبانيا. مصادر تتحدث عن 11,000 من المرتزقة أرسلتهم تركيا إلى ليبيا. الثالثة عصرا في القاهرة والواحدة بتوقيت غرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع أحمد أبو زيد، إليك أحمد. شكرا جزيلا لك دينا، أسعدتم أوقاتا أينما كنتم. البداية وكالمعتاد الرجاء المكرر لحضراتكم بأن تأخذوا كل الإجراءات الاحترازية الرامية لمواجهة فيروس كورونا وأن تحموا أهليكم وأن تحموا وطنكم. البداية ستكون مع ملف فيروس كورونا المستجد. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة ستتحمل كلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية ونزل الشباب للمصريين العائدين من الخارج، مشيرا إلى أنه على من يرغب في الإقامة بفندق فعلى نفقته الخاصة. وخلال اجتماع لمتابعة جهود عودة المصريين العالقين بالخارج، قال مدبولي أن الدولة قامت بترتيبات كثيرة لاستيعاب الأعداد التي تعود إلى وطنها، مع تأكيد وزارة الصحة ضرورة عزل كل العائدين من الخارج، لافتا في الوقت ذاته إلى ضرورة الترتيب مع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة التي سيتم العزل بها، وأن يسمح لأحد بمخالفة القواعد والترتيبات الخاصة بالعزل الصحي. قال وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة تعمل على عودة المصريين العالقين بالخارج في أسرع وقت، مشيرا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بتسريع وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين المقبلين. اللجنة كانت حريصة على عودة المصريين في أسرع وقت ممكن، وكان هناك توجيه اليوم من دولة رئيس الوزراء بتسريع وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين القادمين. تصور أنه هتستمر اللجنة في المتابعة الحثيثة، السفارات المصرية بتعمل جهد في وضع قوائم المصريين وإعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وجمع المعلومات الخاصة بالمصريين في الخارج، وسوف تظل في توفير كل رعاية لهم والتنسيق مع الدول المستضيفة لهم حتى يتم توفير الرعاية الكريمة لهم لحين عودتهم إن شاء الله بأمان إلى أرض الوطن. شكرا. قالت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم إن مصر لم ترفض طلبات ومناشدات أبناء الوطن بالخارج في العودة لوطنهم، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا فيما يتعلق بوضع المواطن المصري فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الكلفة التي ستتكبدها الدولة في هذا الشأن. رغم من الظروف الاستثنائية اللي بتمر بيها الدولة المصرية والعالم بشكل عام، لم ترفض الدولة المصرية استغاثات وطلبات ومناشدات أبناء الوطن في الخارج في الرجوع إلى وطنهم. والحقيقة كان السيد الرئيس واضح وصريح فيما يتعلق بأنه هو بيضع المواطن المصري فوق قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر التي سوف تتكبدها الدولة في هذا الشأن. وجاء بعد ذلك تأكيده فيما يتعلق بأهمية عودة العالقين مهما كان السبب ومهما كانت الظروف حتى يعودوا إلى أرض الوطن. من هنا جاء تشكيل اللجنة المشكلة برئاسة دولة رئيس الوزراء بعضوية وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الطيران، التعليم العالي، السياحة والأثار. كلنا اشتغلنا في هذه اللجنة، وبالتأكيد وزير الإعلام اشتغلنا في هذه اللجنة بشكل مؤسسي بكل دقة حتى يتم عودة جميع العالقين. قال وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل إن الدولة تبدأ اليوم إعادة المصريين من الكويت وبعض الدول الأخرى، لافتا إلى أن هناك أسبقيات للعمل في هذا الملف الأولى للحالات الإنسانية والزائرين والمتأخرين
والثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في البلاد الأخرى، والثالثة لتأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة. النهاردة هي بداية عودة المصريين من دولة الكويت إن شاء الله والدول الأخرى، وإحنا عملنا أسبقيات للعمل في هذا الملف المهم. الأسبقية الأولى الحالات الإنسانية والزائرين المتأخرين، والأسبقية الثانية لمن انتهت فترة عملهم وإقامتهم في البلاد الأخرى، والأسبقية الثالثة للتأشيرة الخروج النهائي والسياحة والزيارة من الدول الأخرى. الحقيقة برضو لازم أقول أنه جميع الوزارات تعاونت مع هذا في هذا الملف، ووزارة التضامن الاجتماعي عملت دور كبير جدا في هذا الموضوع. القوات المسلحة أيضا ساهمت في هذا الموضوع بدور مهم في رفع كفاءة المدن الجامعية لتصل إلى مستوى كبير جدا. وزارة الصحة هتعمل إجراءات طبية اعتبارا من نزول المصريين العائدين إن شاء الله اعتبارا من اليوم في مطار القاهرة وفي مناطق العزل بإذن الله. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد عددا من الملفات، من بينها موقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة. وقد وجه رئيس الوزراء باستمرار الإجراءات الاحترازية التي تم الاتفاق عليها مع تجنب التكدس في المقار المحددة لصرف المنحة. كما استعرض رئيس الوزراء التطور المحقق في خطط ميكنة الخدمات الحكومية، حيث ثمن الجهود المبذولة في هذا الصدد للتيسير على المواطنين وتقليل التكدس خلال المرحلة المقبلة. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة تأسيس الشركة الخاصة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية وتوقيع الاتفاق الخاص بها في أقرب فرصة. جاء ذلك خلال لقاء مع دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ودكتور بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية. واطمأن رئيس الوزراء على توافر أرصدة كافية من المستلزمات الطبية والأدوية. وصلت وزارة الداخلية عمليات تعقيم وتطهير السجون مع توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة. رعاية صحية متكاملة تقدمها وزارة الداخلية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية من خلال مستشفيات مقامة داخل السجون ذات تجهيزات تقنية وبشرية عالية، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية للنزلاء وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، وأبرزها عمليات الغسيل الكلوي للحالات التي تحتاج لها بصفة دورية، وتتم باستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة في هذا الصدد. ويتاح للنزلاء التوجه للعيادات الخارجية بمستشفيات السجون لإجراء الكشوفات الطبية اللازمة في ظل وجود كافة التخصصات الطبية داخل السجون، وتصرف الأدوية اللازمة من صيدلية موجودة داخل كل مستشفى بها كافة الأدوية. تأتي هذه الإجراءات الوقائية والصحية تزامنا مع ما تتخذه الدولة من تدابير لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، حيث يحرص قطاع السجون على إجراء مسح طبي لنزلاء السجون للإطمئنان على حالتهم الصحية. بنزل كل أسبوع أعمل إشاعة، وبنزل كل أسبوع أخد علاجي، ومش قادر أنزل الدكتور بيطلع لي فوق العنبر بتاعي. بنطلع العيادات الخارجية وبيتم الكشف علينا وبيتصرف لنا العلاج، والعلاج دايما موجود بصفة منتظمة في الصيدلية الخاصة بالسجن. ومع تواصل هذه الإجراءات فإن عمليات تأهيل السجناء مستمرة داخل الورش المختلفة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخلها من ارتداء كمامات وقفازات طبية إلى التباعد بين النزلاء. كما تنطلق بصفة دورية ووفقا لبرنامج معد سلفا عمليات التعقيم والتطهير داخل السجون والتي تشمل كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية.
ومع تواصل هذه الإجراءات نظم القطاع بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة تدريبية عبر الاتصال الإلكتروني بشأن الوقاية من الأمراض المعدية داخل السجون ومكافحتها ومنها فيروس كورونا، وبما يمكنهم من أداء مهمتهم في الحفاظ على سلامة وصحة نزلاء السجون. حاضر فيها خبراء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عبر تقنية الاتصال الإلكتروني. وتواصل وزارة الداخلية ومن خلال قطاع السجون ووفقا لخطة متكاملة عمليات تعقيم السجون على مستوى الجمهورية لضمان حماية صحة وسلامة النزلاء، إضافة إلى ما يتم توفيره لهم من رعاية صحية واجتماعية وتأهيلية لتأهيلهم وإصلاحهم. كشفت إحصاءات رسمية عن أن بريطانيا سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في أوروبا، وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس بلغت نحو 32 ألف شخص، وذلك بعد إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وتتجاوز هذه الحصيلة مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضررا في أوروبا، على الرغم من أن حصيلتها لا تشمل حالات الوفاة المشتبه بها بالفيروس. قالت وزارة الصحة الإسبانية إن العدد اليومي للوفيات المسجلة بسبب الإصابات بفيروس كورونا ظل أقل من 100 حالة لليوم الثالث على التوالي، إذ بلغ 185 في الساعات 24 الأخيرة. وارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في إسبانيا إلى 25613 وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة ليصل إلى 219329 إصابة. أعلنت هولندا عن تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و86 حالة وفاة، وقالت السلطات الطبية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هولندا ارتفع إلى 41087 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة في البلاد بسبب الفيروس 5168 حالة. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لتمويل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا تعهدت بتخصيص 7 مليارات و400 مليون يورو لهذا الغرض. أكثر من 7 مليارات يورو تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر للمانحين لتمويل تطوير لقاح ووسائل علاج ضد فيروس كورونا المستجد. سباق الإنسانية ضد الفيروس شعار رفعته بريطانيا وثماني دول ومنظمات أخرى شاركت في المؤتمر الدولي الذي انعقد بتقنية الفيديو كونفرنس من أجل التعاون معا لتحقيق أكثر مساعي العصر إلحاحا. الحصة الأكبر من التعهدات المالية وعدت بتقديمها ألمانيا، حيث أعلنت المستشارة أنجلا ميركل أن بلادها ستساهم بأكثر من 1.8 مليار يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير لقاح ضد كورونا وتعزيز نظام الرعاية الصحية العالمي. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتعهد خلال المؤتمر بالمساهمة في توفير 500 مليون يورو لدعم مبادرة إنتاج لقاح لفيروس كورونا. كذلك أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية تخصيص تمويل بقيمة 50 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا. مساهمات كندا في المنح المعهودة تقدر ب 850 مليون دولار، وقال جاستن ترودو رئيس الحكومة الكندية إن جزءا كبيرا من هذه الأموال ستخصص لقطاع الأبحاث في كندا، إضافة إلى صناديق منظمة الصحة العالمية. من جهته قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن بلاده تتعهد بتقديم 875 مليون دولار لدعم جهود إيجاد لقاح للوقاية من فيروس كورونا، كما تعهد بتوفير عقار أفيجان للتجارب السريرية بمختلف الدول بالمجان.
أعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 95 شخصا جراء فيروس كورونا، فيما تم تسجيل أكثر من 10,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وما يرفع حصيرة المصابين في البلاد إلى أكثر من 155,000. وارتفعت حصيرة الوفيات بذلك منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى 1451 حالة. في روسيا أيضا قال مكتب رئيس الوزراء إن ميخائيل ميشوستين رئيس الحكومة الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد بات يشعر بحالة جيدة ويتلقى العلاج اللازم ضمن الخطة الطبية المطبقة. وقال بوريس بيلياكوف المتحدث باسم رئيس الوزراء إن ميشوستين يرقد في أحد المراكز الطبية الحكومية ويتلقى علاجه الضروري ضد الفيروس وأنه يشعر بحالة جيدة، مشيرا إلى تواصل ميشوستين مع أعضاء حكومته عبر الهاتف. سجلت ألمانيا 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة خلال 24 ساعة بحسب بيانات معهد روبرت كوخ، وبذلك ارتفع إجمالي مصابي كورونا في ألمانيا إلى 163,860، بينما بلغ عدد الوفيات 6,831 حالة. من جهة أخرى، أعلنت ألمانيا تمديد إجراءات الرقابة الاحترازية على حدودها بسبب فيروس كورونا حتى 15 من شهر مايو الجاري، في حين أبلغ مصدران وكالة رويترز أن حكام الولايات سيطلبون من المستشارة أنجيلا ميركل بدء إجراءات تخفيف قيود الإغلاق والسماح باستئناف منافسات دوري كرة القدم. حصل عقار ريمدسيفير على موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية للاستخدام مع الحالات الحرجة فقط من مرضى فيروس كورونا المستجد، بعدما ثبت بحسب تقارير خلية الأزمة في البيت الأبيض أن العقار أظهر نتائج إيجابية. أعلنت إيران تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن عدد الوفيات في إيران منذ تفشي الوباء بلغ 6,340 وفاة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 99,970 حالة. قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن إن أزمة فيروس كورونا المستجد في بلاده بدأت تستقر وبسرعة. قال مون جي إن إن ذلك يجيء بفضل جهود مركز التدابير المضادة للكوارث والذي انطلق لمواجهة فيروس كورونا، مشيدا في الوقت ذاته بالإجراءات الحكومية التي اتخذت لمواجهة الوباء وحملة التباعد الاجتماعي التي طبقت في كوريا الجنوبية.
أعلنت هونغ كونغ تخفيف بعض إجراءات التباعد المكاني المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا. وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام إن هذا القرار يأتي بعد عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية جديدة بالفيروس في المنطقة لمدة 16 يوما على التوالي. وأضافت أنه سيتم كذلك تخفيف القيود المفروضة على المطاعم، حيث سيتم السماح بتواجد مجموعات تتراوح أعدادها بين 4 إلى 8 أشخاص على مقربة من بعضهم البعض، مع إعادة فتح المدارس تدريجيا اعتبارا من 27 من الشهر الجاري. أعلنت تايلاند تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد دون رصد أي وفيات جديدة، وهو أقل عدد إصابات منذ 9 مارس الماضي. أوضحت السلطات التايلاندية أن عدد الإصابات الجديدة تراجع خلال الأسبوعين الماضيين باستثناء بؤرة في مركز الاحتجاز المهاجرين في جنوب البلاد، إذ رصدت 60 حالة إصابة جديدة خلال هذه الفترة، فيما أضافت السلطات أن 2747 مريضا تم الإعلان عن تعافيهم، فيما لا يزال 187 آخرون يعالجون في المستشفيات. أعلنت إسرائيل أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ارتفعت إلى 237 حالة، وقالت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس وصلت إلى 16246 حالة. في ماليزيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يبلغ العدد الإجمالي للمصابين 6383 حالة إصابة، فضلا عن تسجيل وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة حتى الآن 106 وفيات. أكدت وزارة الصحة في سنغافورة رصد 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 19410 حالات. أعلنت باكستان تسجيل 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد 21500 إصابة وواحد، وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى التي يتم تسجيلها خلال يوم واحد حتى الآن، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الباكستانية نحو تخفيف قيود الإغلاق المفروضة في باكستان خلال الأيام المقبلة. أعلنت وزارة الصحة في الهند اقتراب عدد الإصابات إلى 4000 مصاب بفيروس كورونا ووفاة 195 شخص خلال الساعات 24 الماضية. أشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 46433 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 1568 حالة. أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 955 حالة تعاف جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 5431 حالة. أعلنت الإمارات عن تسجيل 462 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات المصابة بالوباء في البلاد إلى 15192 حالة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 146 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 3153 حالة. وقد أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان الحكومة بتمديد إجراءات العزل العام المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا لأسبوعين وحتى 24 من هذا الشهر. ومن المقرر أن تتخذ الحكومة القرار في اجتماعها في وقت لاحق من هذا اليوم. وقد سجل لبنان 740 إصابة و25 وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما بدأت الحكومة اتخاذ بعض إجراءات التخفيف في القيود هذا الأسبوع، فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30% فقط من طاقتها الاستيعابية.
ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى الكويت، حيث أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2232 حالة. وأوضح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات 85 من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للإصابات المسجلة في سلطنة عمان 2735 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 12 حالة، فيما تم الإعلان عن شفاء 858 حالة. قالت مصادر إن تركيا أرسلت نحو 11,000 من المرتزقة إلى ليبيا، بينهم 261 قتلوا في المعارك. أضافت المصادر أنه تجرى حاليا استعدادات لنقل مئات المسلحين من سوريا إلى تركيا بتعليمات من استخبارات إردوغان، التي تضغط على بعض الفصائل الإرهابية لإرسال دفعات جديدة من مسلحيها إلى ليبيا، ملوحة بإيقاف الدعم عنها. قالت وكالة رويترز للأنباء إن الليرة التركية وصلت خسائرها لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية بلغتها في أزمة العملة التي وقعت عام 2018. وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون لوكالة رويترز إن المصرف المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40% من 30% كما كان مقررا لها في وقت سابق. رصدت تقارير عالمية تحول القضاء التركي إلى عصا في يد إردوغان يستخدمها ضد معارضيه، خاصة من الأكراد الذين يواصل النظام التركي الحاكم حملة الإبادة السياسية ضدهم من أجل تعويض خسارته أمامهم في الانتخابات البلدية. لا حرية، لا حقوق، لا فصل بين السلطات، إنما قمع وديكتاتورية وانتهاكات لا تنتهي. هكذا هو حال الدولة التركية تحت حكم أردوغان. ففي تحقيق نشرته وكالة رويترز، قامت السلطات التركية بفصل آلاف القضاة والمدعين العموم أو سجنهم، بينما تستخدمهم حكومة أردوغان كأداة ضد خصومها، وقد تم استبدالهم بوافدين جدد مخلصين لنظام أردوغان وعديم الخبرة، بعضهم في العشرينيات من العمر، وأغرقوا المحاكم في أزمة. وكشف التحقيق أن بيانات وزارة العدل التركية توضح أن 45% على الأقل من قرابة 21,000 قاض ومدعي عام في تركيا لديهم الآن خبرة 3 سنوات أو أقل. التحقيق أوضح أيضا أن أردوغان استغل القضاء كأداة سياسية ضد الكرد من أجل تعويض خسارته أمامهم في الانتخابات البلدية، ضمن حملة الإبادة السياسية التي تواصل حكومة أردوغان اتباعها ضد السياسيين الكرد ورؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا. وذكر التحقيق أنه حتى المحامين المدافعين عن المتهمين الكرد يتعرضون للقمع وتلفيق القضايا ضدهم من نظام أردوغان. وبحسب العديد من المنظمات الحقوقية، فإن السلطات التركية دأبت على مدار العقود الأخيرة، وخاصة في ظل حكم أردوغان، على استخدام السلطة القضائية كأداة لتحقيق الأجندات السياسية للحزب الحاكم، فيما فشل في تنفيذه عبر صناديق الاقتراع. أعرب أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل التركي المعارض عن استنكاره لقيام النظام التركي والآلات الإعلامية التابعة له بالترويج لشائعات تزعم قرب وقوع انقلاب في البلاد. وشدد داود أوغلو على أن خطابات وأقوال أردوغان وحزب العدالة والتنمية ليست إلا مساع لتغيير الأجندة السياسية ومحاولة لإضفاء الشرعية على ميولهم الاستبدادية الاستغلالية وفق تعبيره. وشدد داود أوغلو على أن السلطة الحاكمة بدأت تتخوف من الشعب، كما أنها تخاف من فاتورة الاقتصاد الباهظة.
تصدر وسم انقلاب في قطر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث ندد المغردون بنظام تميم ودعمه للإرهاب. بعشرات الآلاف من التغريدات بات هاشتاج انقلاب في قطر الأكثر انتشارا على موقع تويتر، اتسمت بالتنديد بنظام تميم بن حمد، حيث قال أحد المغردين إن من يحارب أبناء وطنه ويستعين بالخارج سيكون عليه تحمل المسؤولية التاريخية أمام شعبه، وقال آخر إنه من الطبيعي أن يحدث انقلاب في قطر لأن الحكم والسلطة الفعلية بيد مرتزقة ليس لهم جذور قطرية ولا انتماء خليجية. وأضاف مغرد آخر أنه منذ عام 1996 وقطر عن طريق ذراعها الإعلامية تتدخل في شؤون أشقائها وتستضيف معارضيها وتضخم الأحداث وتفتعل النزاعات والشقاقات، معربا عن تساؤله عن حرية الرأي والشفافية وحق الشعوب في معرفة ما حدث، في حين ندد آخر بانتهاكات النظام القطري واستعانته بالأتراك قائلا إن لم يحدث انقلاب في قطر اليوم فإنه لا محالة سيحدث قريبا. عمدت الدوحة لتكميم الأفواه والتنكيل بالمعارضة في الداخل رغم تنامي الغضب على السياسات التي ينتهجها تميم والسماح للقوات التركية بالانتشار في البلاد، فضلا عن إهدار المليارات على دعم الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن ودول إفريقية أخرى. أدانت جامعة الدول العربية مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة في مدينة الخليل لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي الشريف. أكدت الجامعة أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الخرطوم عينت أول سفير لدى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من ربع قرن في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين. وأوضحت الخارجية السودانية أنها اختارت الدبلوماسي المخضرم نور الدين ساتي سفيرا في واشنطن، وأن السلطات الأمريكية وافقت على ترشيحه، و عين البلدان لما يقرب من ربع قرن قائما بالأعمال فقط لإدارة سفارتيهما في واشنطن والخرطوم. وفي ديسمبر الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن البلدين سيتبادلان السفراء. أفادت خلية الإعلام الأمنية بالعراق مقتل 3 إرهابيين في إحدى المناطق بمحافظة كركوك. أوضحت الخلية في بيانها أن قوة تابعة لقيادة العمليات المشتركة في كركوك شاركت في مداهمة وكر لتلك العناصر ما أدى إلى مقتل 3 منهم. أشار البيان إلى مقتل 3 عناصر من الحشد العشائري ومنتسب من الشرطة الاتحادية إثر انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار مباشر بالمحافظة. قالت صحيفة ألمانية إن الادعاء الاتحاد الألماني أصدر أمر اعتقال بحق شخص يعتقد أنه تسلل على أنظمة كمبيوتر البرلمان الألماني في عام 2015 لصالح جهاز المخابرات الروسي. وذكرت الصحيفة أن المشتبه به يدعى ديمتري بادين، وهو مطلوب كذلك لدى السلطات الأمريكية في جرائم تسلل تشمل سرقة رسائل بريد إلكتروني من هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي في وقت التحضير لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016. للمزيد ينضم إلينا من برلين عبر سكايب مراسلنا العربي مرزوق العربي، يعني تفاصيل أوفى حول هذا الشخص وملابسات عملية إصدار أمر القبض عليه. الحقيقه النهارده المدعي العام الاتحادي في المانيا اعلن عن نجاح الاجهزه الامنيه الالمانيه في تحديد هويه المتسبب الاول في الهجمات الالكترونيه اللي تمت سنه بالتحديد 7 مايو 2015 على البرلمان الالماني. الموضوع في الحقيقه تم تقريبا تحديدا الساعه 1 مساء، 1:31 دقيقه مساء، ارسل قام المدعو ديمتري بادين وهو 29 سنه بارسال لينك
على الايميلات الخاصه باعضاء البرلمان الالماني. اللينك يحتوي على مقال بيقول ان 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 الصراع اللي ما بين اوكرانيا وروسيا هيؤدي الى ازمه اقتصاديه. واللينك ده في اخره ان هو واصل لاعضاء البرلمان الالماني من ايميل بايميل على اساس ان هو جاي من الامم المتحده يونايتد نيشن، فكلهم ضغطوا على الايميل وعلى طريق الثغره دي قدر ان هو يخش على جميع ايميلات اعضاء البرلمان الالماني، مما ادى الى تسريب تقريبا 17 او 16 جيجا بايت من المعلومات اللي موجوده جوه البرلمان الالماني قدر يحصل عليهم خلال اسبوعين. التسريب ده تم لمده اسبوعين، وكمان عدد كبير جدا من الايميلات المراسلات اللي كانت ما بين اعضاء البرلمان الالماني. الضرر الاكبر وقع في الحقيقه على لجنه تسمى لجنه الثقه داخل البرلمان الالماني. لجنه الثقه هي المشرفه عن 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 نفقات المخابرات الالمانيه، قدر يحصل على معلومات كثيره جدا من لجنه الثقه نتيجه الاختراق اللي تم لايميلات الناس هناك. الحقيقه المدعي العام النهارده اعلن ان السبب الرئيسي ان هم قدروا يوصلوا للمدعو ديمتري بادن هي نتيجه عمليه مشتركه كانت سنه 2018 ما بين الامن الالماني والامن الهولندي في هولندا. الامن الهولندي سنه 2018 قدر ان هو يلقي قبض على اربعه يقال ان هم دبلوماسيين روس، اربعه كانوا في هولندا بيخططوا لشن هجمات الكترونيه على المنظمه الدوليه لحظر الانشطه الكيماويه، وتم القبض عليهم وكان على الكمبيوتر بتاعهم اسماء الناس المشاركين في العمليه دي وكان منهم ديمتري بادن. في الحقيقه الامن الالماني اعلن ان الوحده دي هي وحده داخل المخابرات العسكريه الروسيه اسمها ابيتي 28 او اسمها الدب النشط، هي واحده داخل المخابرات العسكريه الروسيه نشطت من سنه 2007 تم تاسيسها في 2008 كانت كمان متسببه بهجمات تمت على وزاره الخارجيه الجورجيه، في سنه 2014 كمان عملت هجمات الكترونيه على وزاره الدفاع الالمانيه وزاره الدفاع البولنديه والبلغاريه ايضا وعلى صحيفه نيويورك تايمز، ومن سنه 2015 كانت الهجمه الاكبر على مبنى البرلمان الالماني. النهارده صدر بحقه مذكره اعتقال دوليه تم ارسالها كمان للموافقه عليها، المدعي العام الالماني المدعي العام الاتحادي ارسلها لرئيس البرلمان الالماني وتمت الموافقه عليها وخدوا بها موافقه بيتحط اسمه على الانتربول. شكرا جزيلا لك العربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز، كنت معنا عبر سكايب من برلين. أعلن الجيش الأفغاني مقتل 16 مسلحا على الأقل من حركة طالبان إثر غارة جوية شمالي البلاد. أفاد بيان صادر عن فيلق شاهين 209 لأن قياديا بارزا بحركة طالبان وهو الملا يعقوب إلياس منصور كان يقيم لقاء في منطقة كوشيندا بإقليم بلخ عندما شنت القوات الجوية الأفغانية غارة جوية بناء على معلومات سرية ما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من بينهم القيادي. قال رئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن سلطات بلاده ألقت القبض على أمريكيين تورطا في عملية توغل فاشلة في فنزويلا، وأشار مادورو إلى أن السلطات اعتقلت 13 إرهابيا تورطوا في المخطط الذي قال إنه كان بالتنسيق مع واشنطن لدخول فنزويلا عبر ساحل البحر الكاريبي والإطاحة به. وأعلنت سلطات فنزويلا مقتل 8 أشخاص في محاولة التوغل التي لم تعلق الخارجية الأمريكية عليها حتى الآن. وافق رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على إطلاق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومي اخدم بلدك بفكرة وفتح باب التقديم فيها أمام المواطنين وحتى 30 من يونيو المقبل. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على تشجيع الأفكار الإبداعية لدى المواطنين ومشاركتهم بما لديهم من طاقات وقدرات إبداعية من شأنها أن تسهم في النهوض بأداء وحدات الجهاز الإداري للدولة، واعتبر أن هذا الأمر يتم من خلال تعزيز روح المنافسة بينهم وهو ما يضمن في نهاية الأمر النهوض بكافة مناحي الحياة للمواطنين وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن صندوق التنمية المحلية وافق على إقراض 697 مشروعاً
متناهي الصغر بقروض بلغت 5,200,000 جنيه في 13 محافظة، منها 104 مشروعات منفذة في 8 قرى من التي ينفذ بها مبادرة حياة كريمة بإجمالي استثمارات 1,000,000 جنيه. وأكد شعراوي أن المشروعات التي تم إقراضها تأتي من خلال التمويل الإضافي الذي تمت إتاحته للصندوق ويبلغ 22,600,000 جنيه من موارد الصندوق الذاتية. نشرت قناة سي جي تي إن الصينية تقريرا مصورا سلطت فيه الضوء على الطلب المتزايد من دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية برغم تفشي فيروس كورونا عالميا. أوضح التقرير أن زيادة الطلب على المنتجات المصرية يأتي نتيجة نجاح مصر على مدار السنوات الماضية في أن تستثمر وتتوسع في مناطق الزراعة مع حرصها في الوقت ذاته على ضمان جودة المنتجات الزراعية لتطابق المعايير الدولية للتصدير. Well, let's move on now to Egypt. The country is witnessing an increase in demand for its agricultural products. COVID-19 has led to numerous restrictions with the North African nation's regular consumers, but new opportunities are now arising. CGTN's Adele El Marhoui with the details. For years, Egypt has been investing in expanding cultivation areas. The country has been also working to enhance its agricultural products' quality to meet international standards for exportation purposes. This year, these measures have paid off. At the beginning of the pandemic, we've seen a 10 to 15% drop. Some restrictions have been imposed by importing countries. Some traders thought COVID-19 has stopped shipping. But once that got sorted out, our exports resumed normally. No Egyptian product has been affected. Since the year began, Egypt has exported 2.35 million tons of fruits and vegetables, with quarter one this year reflecting the same efficiency as in 2019. The prized product this year is orange, which has the lion's share in Egypt's agricultural exports. About 1.2 million tons have been exported. For years, Egypt has been competing with Spain on the number one spot in exporting citruses. Egypt is now number one. This year, Spain imported Egyptian oranges, which has created a new challenge for them, because our oranges has overshadowed theirs in price and quality. Potatoes comes next in Egypt's list. It has so far totaled about 550,000 tons in exports. To preserve their quality standard certifications, Egyptian exporters have been already disinfecting all their workers daily. They say the only addition COVID-19 imposed is the face mask. Adel Mahroui, CGTN, Cairo. بحث وزير النقل كامل وزير ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا سفاجة أبو طرطور. وأكد كامل وزير أن إعادة إحياء وتطوير الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي والمساهمة في نقل خام الفوسفات وكذلك في تنمية الوادي الجديد وإنعاش حركة السياحة بين الأقصر والغردقة. من جانبه أكد الملا أن المشروع يخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة إيجابية في تنمية الوادي الجديد والمحافظات التي يمر بها الخط. تتواصل عمليات التعقيم في موقع محطة مترو جمال عبد الناصر الجديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بالتوازي مع عمليات الإنشاء التي تتم على قدم وساق ولم تتوقف منذ بداية انتشار فيروس كورونا. صباح جديد يستقبل عمال ومهندسي موقع إنشاء محطة جمال عبد الناصر الجديدة التابعة للخط الثالث من مترو الأنفاق. صباح غدا يبدأ بإجراءات جديدة ومختلفة لتحافظ على حياتهم وتحميهم. محطة جمال عبد الناصر الجديدة هي في المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي محطة ربط ما بين الخط الثالث والخط الأول. هتكون ربطة مع محطة جمال عبد الناصر القديم. المفروض انها تخدم اي حد محتاج يستخدم خط حلوان المرج وينقل لخط امبابه العتبه. احنا الاعمال مستمره، ما عندناش اي مشاكل الحمد لله. احنا وصلنا دلوقتي تقريبا لحوالي 70% من اعمال الخرسانات وحوالي 25% من اعمال التشطيبات. احنا بطبيعه شغلنا المهمات الوقايه والسلامه دي موجوده عندنا بطبيعه شغلنا في المواقع. لكن اللي زاد ان في عمليه تعقيم بتتم وقياس درجه حراره من بدايه دخول الموقع للافراد جميعا من العمال لحد المدير، كله بيعملوا عمليه تعقيم سواء لي او للعمال للمهمات اللي بيستخدموها اثناء التشغيل
زائد ان الاماكن اللي فيها شغل زي السلالم او الهندريل اللي بيتحرك عليه العمال كلها او الناس داخل الموقع بيتم عمليه تعقيم ورا بعضها او عمليه تتابع كل شويه اثناء كتر الحركه في المكان حسب طبيعه الشغل في المكان نفسه. عمليات التعقيم في موقع محطة مترو ناصر الجديدة تجري على مدار 24 ساعة مثلها مثل عمليات الإنشاء التي تجري على قدم وساق منذ بداية انتشار جائحة كورونا. بيتم توزيع العمال على ورديات مختلفة على أماكن عمل مختلفة، موقع كبير، الموقع فيه أكتيفيتي كتير، فيه أنشطة كتيرة، ممكن أنا مركز في نشاط واحد، ممكن أركز في كذا مكان، أوزع العمال بتوعي بحيث أن أنا موقفش الشغل وفي نفس الوقت محافظ على المسافة بين العمال وأخليهم يتجنبوا أي مشاكل ممكن تحصل. عدنا توزيع وقت العمل بتاعنا تاني وتوزيع الورديات تاني، بس إن إحنا نتفادى الحظر ومنع النقل عندنا، فبقينا نشتغل ورديات أكتر ونبتدي قبل ونخلص بعد الحظر. بكامل قوتها واستعداداتها تستأنف محطة ناصر عملها الذي بدأ منذ 2017، وكذلك الحال أيضا في محطة مسبيرو التي أيضا هي تحت الإنشاء في الخط الثالث من مترو الأنفاق للانتهاء في الوقت المحدد. مشروع يعني الانتهاء منه بداية شريان حيوي جديد في البلاد ينقل ملايين الركاب يوميا. قفزت أسعار النفط مجددا بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود، مع بدء بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية والآسيوية في تخفيف إجراءات عزل عام كانت قد فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 9.9% لتصل إلى 22 دولارا و40 سنتا للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.9% مسجلة 29 دولار للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار الذهب مع تقلص الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا. نزل الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 1.1% ليصل إلى 1700 دولار و140 سنتا للأوقية، بينما هبط في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بمقدار 4.4% ليصل إلى 1706 دولارات و10 سنتات للأوقية. تراجعت أسعار الدولار الأمريكي وسط مخاوف بشأن تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وبكين. وفي أستراليا واصل الدولار الأسترالي ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي بعدما رفع البنك المركزي الأسترالي هدفه لأسعار الفائدة، لكنه توقع أن يشهد اقتصاد البلاد أكبر انكماش على الإطلاق في النصف الأول من العام الجاري. ودفعت الأجواء الحذرة في التداولات إلى الارتفاع أيضا أمام العملة الأمريكية قليلا. أعلن نادي أنقرة جوجو التركي الذي ينشط في دور الدرجة الثانية إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد. وأصدر النادي بيانا رسميا يقول فيه أن هناك لاعبا ضمن الفريق مصاب بالوباء دون الكشف عن هويته، فيما تم عزله هو وباقي اللاعبين وبدأ مراحل العلاج من فيروس كورونا. أعلنت رابطة الدوري الإسباني عودة التدريبات للأندية الإسبانية استعدادا لعودة قريبة لمنافسات الليغا. في خطوة جديدة لعودة الدوري الإسباني، أعلنت رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم عودة جميع فرق الدوري الإسباني للتدريبات استعدادا لعودة قريبة لمنافسات الدوري. وأكدت الرابطة أنها تهدف لعودة منافسات الليغا في شهر يونيو القادم بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وتستمر التدريبات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمدة 4 أسابيع بمراحل مختلفة وبشكل متدرج، وتبدأ بتدريب اللاعبين بشكل منفرد وتنتهي بالتدريبات الجماعية قبل عودة المسابقات المقررة في شهر يونيو المقبل. وقبل توقف الدوري الإسباني كان برشلونة يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبعد مرور 27 جولة من المسابقة. العودة إلى التدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية ذات الصلة من أجل ضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.
أبلغ ريك باري رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم شامبيونشيب لجنة برلمانية لأن الأندية التي تنشط في القسم الثاني في إنجلترا ستواجه فجوة مالية تقدر بنحو 200 مليون جنيه استرليني بحلول سبتمبر المقبل. ولم تلعب مباريات دوري الدرجة الثانية منذ وقت مبكر من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم. حصل دوري الدرجة الأولى الألماني على الضوء الأخضر لاستئناف المسابقة في 15 من مايو ضمن إجراءات البلاد لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. سيكون الدوري الألماني أول مسابقة في البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا يقرر استئناف الموسم بعد توقف أغلب الأنشطة الكروية في العالم منذ منتصف مارس الماضي. في ألمانيا لازلنا حيث أعلن هيرتا برلين إيقاف مهاجمه الإيفواري سالمون كالو بعد أن نشر مقطعاً مصوراً على موقع فيسبوك ظهر فيه وهو يصافح زملائه في الفريق دون مراعاة إجراءات مكافحة فيروس كورونا. كان الدوري الألماني قد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. استأنفت أندية تنافس في دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم من بينها بورتو وبنفيكا التدريبات لأول مرة منذ توقف النشاط بسبب فيروس كورونا وسط خطط لاستئناف الدوري في 30 من الشهر الجاري. تم تعليق الدوري البرتغالي في 12 من مارس الماضي بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب. قال الإسباني رافائيل نادال إنه لا يتوقع عودة مباريات التنس التنافسية حتى عام 2021 وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف أغلب المنافسات الرياضية حول العالم. وتسبب الوباء في إلغاء بطولة ويمبلدون وإرجاء إقامة بطولة فرنسا المفتوحة إلى شهر سبتمبر بينما يستمر الغموض بشأن مصير بطولة أمريكا المفتوحة التي من المفترض أن تنطلق قرب نهاية أغسطس المقبل. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الأربعاء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا وبارد ليلا مع تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح. وفيما يلي نتابع بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة. في ختام هذه الجولة نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مدبولي يتابع جهود عودة العالقين ويؤكد تحمل الدولة تكلفة الإقامة للعزل بالمدن الجامعية ونزل الشباب. بريطانيا تسجل أعلى معدل وفيات بكورونا في أوروبا وتراجع الأعداد المسجلة في إسبانيا. ومصادر تتحدث عن إرسال تركيا 11 ألفاً من المرتزقة إلى ليبيا.
وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة، نشكر في ختامها زميلتنا مروة ناصر التي ترجمت هذه النشرة للغة الإشارة، شكرا لها ولمشاهديها الكرام. بإمكان حضراتكم دوما متابعة المزيد عبر extranews.tv. في أمان الله.